طبابة ألف العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بكل الخير وعساكم على القوة. أنا أمين العبدالله رح أكون متواصلة معاكم على مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء وعلى مدى ساعة كاملة من الواحدة إلى الثانية ظهرا من خلال عيادتكم المسموعة طبابة ألف. طبابة ألف اللي بيستعرض في طياته الكثير والعديد من المواضيع الصحية والنفسية الاجتماعية والأسرية مع نخبة من الأخصائيين والاستشاريين بجميع التخصصات وبكل مصداقية. لكل اللي يبون يتعرفون أكثر وأكثر على طبابة ألف أو اللي حابين يسمعون مواضيع فاتتهم عن طبابة ألف أو حتى تردون تسمعون طبابة ألف مرة ثانية، كل اللي عليكم أنكم تدخلون عبر اليوتيوب وتحطون طبابة ألف واسم الحلقة أو مجرد طبابة ألف، وإن شاء الله راح تلاقون أمامكم موسوعة طبية كاملة متكاملة بجميع الأمراض. أيضا بإمكانكم أنكم تسمعون إلى موسوعتكم الطبية عبر تويتر على الأكاونت الخاص فيني @أمينة العبدالله. مثل ما تعودنا من خلال عيادتكم المسموعة طبابة ألف الجديد والمميز، في اليوم رح نتكلم عن موضوع يهم الجميع على حد السواء. اليوم رح نتكلم عن تأثير الأدوية على الصحة وسلامة العين. لكل اللي بيخافون على عيونهم، عندكم أي سؤال أو أي استفسار حول هذا الموضوع، أو إذا كان عندكم أي استفسار آخر حابين تتشاركون فيه معنا في حلقتنا لليوم، لكل اللي حابين تشاركون معنا عبر الـ SMS مشتركين الـ STC على 84700، مشتركي موبايلي على 640660، وأيضا مشتركي زين على 746262. أيضا بإمكانكم المشاركة عبر خط الهاتف المجاني على 02-61-61-100 والهوتلاين على 700-5-7499، بالذات إذا خايفين من الدواء اللي أنتم تتناولونه أنه ممكن يأثر على عينكم، أو أيضا عبر تويتر على @ألف ألف FM @أمينة العبدالله. الموضوع اليوم تأثير الأدوية على صحة وسلامة العين، رح يكون ضيفي لليوم الدكتور أحمد البطل، استشاري أمراض وجراحة العين، أيضا زميل الأكاديمية الأمريكية لجراحة عيون الأطفال والحول ورئيس مركز الدكتور البطل لطب وجراحة العيون. مساك الله بالخير الدكتور أحمد، حياك الله. مساء النور والسعادة أختي أمينة وعلى كل المستمعين. كثير من الناس يعني ماكو احد يمكن دكتور احمد ماكو عنده في الصيدليه او حتى بغرفه النوم خلينا نقول على التسريحه ما عنده يعني انواع واشكال من قطرات العين، الرفرش، تبيض العين، ما نعرف شنو، بالذات البنات يعني بيحبون مثلا في السهرات ان تكون عيونهم مره صافيه. طيب دكتور، بالنسبه يعني احنا بنستخدم قطرات العين، فما بالك بالادويه او بالحبوب، ايش رايك؟ تمام. قد إيش ممكنها بتأثر على صحة وسلامة العين؟ صحيح، هذا صراحة موضوع بتهيأ لي مهم وبهم زي ما تفضلتي في المقدمة جميع الأخوة المستمعين. خلينا صراحة اختهمينا مدام برنامجك هو برنامج أنا بعتبره مرن خفيف الظل، ما هو جاف يعني ومحتاج قطره لا محتاج لا يعني خلينا ندي كده خلفيه بسيطه، ما هي جافه طبيه بحته. احنا الهدف من حلقه اليوم انه نتكلم بشكل كده يعني طبيعي وبسيط مع الاخوه المستمعين على اساس يعرفوا ايش هي الادويه اللي ممكن تاثر على سلامه عيونهم. زمان كانت الشعوب القديمه، خلينا قبل لا ندخل في الموضوع في صلب الموضوع، الشعوب القديمه كان موضوع الطب ملتبس عليهم ما بين الطب والسحر والشعوذة والطقوس الدينية كذا، ومرت الإنسانية بمراحل تمام إلى أن جاء الإسلام العظيم ووضع حد للسحر المحرم ولممارسة الطب، وبالعكس هناك أحاديث شريفة وآيات قرآنية تحث على استخدام الدواء. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فما أنزل الله من دواء أو من داء إلا وأنزل له دواء. نعم. هناك آيات قرآنية أيضا بتبين أثار مثلا العسل وكيف في شفاء للناس. إذن الدواء شيء مشرع وشيء مهم جدا لاستخدامه إذا استخدم بالطريقة الصحيحة دون أي من الشخص المؤهل لوصف الدواء. أكيد. إحنا قبل لا نتكلم عن أنواع الأدوية نبغى نتكلم عن إيش هي المشاكل اللي ممكن تؤدي إلى أنه الدواء يأثر
على على صحة العين وعلى سلامة العين ويعمل لنا مشاكل وأثار جانبية لا سمح الله. الشيء الأول إنه الدواء ما يوصف من قبل الشخص المتخصص. حلو. تمام. الشيء الثاني من الأخطاء، أنا بتكلم عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن أحيانا تؤدي إلى مشاكل وأثار جانبية. الشيء الثاني إنه يكون هناك خطأ بالوصفة الطبية. صحيح. أحيانا يكون في اشتباه ما بين الأسماء وأشكال الأدوية. صحيح. بيؤدي إلى إنه الإنسان ممكن يأخذ دواء في غير محله، وبالتالي يؤدي إلى أثار جانبية ومنها العين. الشيء الثالث هو إنه تكون الجرعة زائدة وغير متناسبة مع المرض، وبالتالي هذا الجرعة بالرغم من أنه الدواء يكون سليم وطيب وجيد وفعال، لكن الجرعة تبعه زائدة أو أسيء استخدامه ممكن يأثر على العين. والله دكتور أحمد، حتى يمكن البنات الحين اللي بيوصفونها البعض صايرين ترى هذا بالذات اللي عندهم حساسية وجفاف بالعين، مو هذا السلوك اللي هو احنا نبغى انه الناس ترتقي بوعيها ومفهومها للدواء، وانه ما تروح يعني احيانا مثلا يكون في احمرار في العين يعتقد انه حساسيه، ترى مش كل احمرار بالعين هو حساسيه، ممكن يكون لا سمح الله في اثار احمرار العين بسبب العدسات اللاصقه. العدسات اللاصقه اللي بيستخدموها الشابات بالتحديد والشبان ممكن تكون تخبئ وراءها قرح وجروح في القرنية وفطريات إلى آخره، ممكن تؤدي لا سمح الله إلى فقدان البصر. فبالتالي سلوك استخدام الدواء يجب أن نوعي الناس كيف يستخدموه وكيف يرجعوا. صحيح. للطبيب المختص وإلى آخره. طيب إحنا حنرجع شوي لموضوعنا. الأدوية، في أدوية خلينا نقسمها، في أدوية تستخدم للعين وفي أدوية تستخدم زي ما تفضلتي في البداية اللي هي الحبوب والشرابات والأشياء اللي تستخدم لأمراض أخرى. نتكلم عن أدوية العين. أدوية العين منها المضادات الحيوية، ومنها مضادات الهستامين حقت الحساسية، ومنها مضادات اللي هي المياه الزرقاء واللي هي تخفض ضغط العين. حلو. ومنها المواد الكورتيزون. حتى هذه الأدوية اللي هي تستخدم لعلاج العين هناك طبعا أثار جانبية لهذه الأدوية إذا ما أسيء استخدامها. نعم. المضادات الحيوية بحد ذاتها ممكن إذا الإنسان استخدمها بشكل زيادة عن اللزوم. صحيح. ولفترات طويلة دون استشارة الطبيب ممكن تأثر على قرنية العين، تسبب جفاف في العين، تسبب التهابات في العين. تمام. يعني بالرغم أنه أصلا استخدمت لعلاج البكتيريا. أيضا الأدوية اللي هي ممكن تسبب مشاكل في العين هي الكورتيزونات. قطرات الكورتيزون اللي هي تستخدم لالتهابات أحيانا بيوصفها الدكتور لفترات محددة، وتبقى في البيت ويحطوها في الثلاجة وأي وقت تحمر عينهم يحطوا منها. هنا في خطأين بيرتكبوا. صحيح. أول شيء القطرة مجرد تفتح يمر شهر خلاص انتهى مفعولها، تتلف. نعم. لأنه في مواد حافظة، ما فيها مواد حافظة. يعني في مواد حافظة ينتهي مفعولها بعد شهر. السبب الآخر أنه الكورتيزون مثلا على بشكل محدد يأثر على نقاء العدسة البلورية وممكن يرفع ضغط العين، إذا ممكن يسبب لفترات طويلة يسبب مياه بيضاء، ممكن يسبب ارتفاع في ضغط العين اللي هو احنا نسميه مياه زرقاء. من الأخطاء الشائعة اللي أبغى أنبه برضو فيها من خلال هذه الحلقة اللي هي القطرات المخدرة للعين. في قطرات احنا بنستخدمها بالعيادة، وأي واحد زار دكتور عيون أو قاس ضغط عينه لابد بحس بهذيك القطرة اللي توضع في العين اللي تنمل العين، تخدر العين، تريح العين. فبالتالي المريض ممكن أنه يخضع لفحص العين وقياس الضغط بدون ما إيش بدون ما يحس بالعين. هذه القطرة إيش اللي بيحصل واللي بنشوفه بشكل متكرر، أنه في ناس لأنها بتروح الألم فبيروحوا بيحطوها عمال على بطال. يعني أي ألم يجي في العين يروح يحط، بالذات العمال اللي بيستخدموا اللحام الحديد واللي بيطير على عيونهم الرايش اللي هو تراب الحدادة وبيلصق في قرنية العين، طبعا بيكون مؤلم جدا، فيروحوا يحطوا إيش القطرات المخدرة، وهذا مع بيرتاح عليها بس هو ما يدري إنه المشكلة بتستفحل وبيؤدي إلى قرحة في العين، وهو ما يدري. صحيح. لأنه العين ما بتحس بالألم. نعم. طب شنو أنواع الأدوية اللي ممكن تؤثر
يعني على العين. يعني الأدوية بشكل عام أنا بتكلم مثلا السكر اللي عندهم ضغط اللي عندهم أمراض ثانية, في أدوية فعلا دكتور ممكن تأثر على العين؟ أكيد في مجموعة من الأدوية. طبعا ممكن واحد يسألني إنه كيف تأثر على العين وهي أصلا حبوب. أي بالضبط, يعني تنأخذ من الفم إنه ما بتتحط في العين أو بالوريد. أو طبعا هناك أكثر من مجرى أو مدخل إلى الأدوية بالجسم, إما تكون موضعية أو تكون عن طريق الوريد أو تكون عن طريق الشريان أو عن طريق الفم. الأدوية هذه كلها تمر في مراحل. لو تكلمنا عن الأدوية اللي هي تؤخذ بالفم مثلا, تمر بالمعدة يتم تكسيرها وتحليلها, بعد كده تدخل إلى الأمعاء وبالأمعاء يتم امتصاص ما هو يمكن امتصاصه منها, بعد كده تروح للشرطي. الشرطي الكيميائي اللي هو الكبد. تمام, بعد ما تروح للكبد ويمر خلاص يديها الباز تمشي, وبعد كده تدخل في الدم, والدم تجد طريقها إلى مختلف الأنسجة اللي هي والأغشية بالجسم. تؤثر على الأغشية أو الأنسجة أو المستقبلات الحسية أو العصبية اللي موجودة في الجسم وتؤدي دورها الفعال والإيجابي من ناحية الدواء, وممكن تروح لأماكن أصلا غير مرغوب فيها. تمام, وتؤثر وتؤدي إلى تأثيرات جانبية, وما في ترى دواء في الدنيا إلا ولو تأثيرات جانبية. بالضبط. تمام, من بين الأنسجة هذه هي العين. العين ممكن فيها أوعية دموية, فيها الشبكية, فيها المياه, فيها العدسة العين إلى آخره. ممكن الدواء هذا يتسلل من خلال الدم إلى العين ويؤثر عليها. الأدوية اللي عادة أنا أحب أتكلم عنها اللي ممكن تأثر على العين اللي سألتيني عنها, نبدأ بأدوية المضادات السكر. حلو. مضادات السكر هذه يعني من أكثر الأدوية اللي ممكن تؤثر على العين إذا ما يعني أسيء استخدامها. الأدوية الأخرى اللي هي الأدوية يعني الخافضة لضغط العين. أدوية القلب. أدوية المضادات الهستامين مثلا اللي ممكن تسبب تحسس وممكن تسبب جفاف في العين, ممكن تسبب احمرار إلى آخره. نعم, احنا حنرجع نكمل الأدوية دكتور أحمد, بس رح نطلع فاصل ورح نرجع نواصل معكم مع مستمعين الكرام. أذكركم مرة ثانية مستمعينا أن حلقتنا اليوم عن تأثير الأدوية على صحة وسلامة العين. للي عندهم أي سؤال أو استفسار حابين تطرحون على ضيفنا اليوم الدكتور أحمد البطل, استشاري أمراض وجراحة العين وزميل الأكاديمية الأمريكية لجراحة عيون الأطفال والحول, أي سؤال حابين تطرحونه عليه عبر الاسم اس مشتركين للاس تي سي على 847700, مشتركي موبايلي على 640660, وايضا مشتركي زين على 746262. فاصل مستمعينا الكرام ورح نرجع نواصل معانا في كل مكان. شارين طبابة ألف, العيادة المسموعة. لكل اللي حابين تشاركونا بعيادتهم المسموعة طبابة ألف, إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار حول موضوعنا اليوم اللي هو عن تأثير الأدوية على صحة وسلامة العين, أو إذا كان أيضا عندكم أي سؤال أو أي استفسار آخر حابين تطرحونه على ضيفنا اليوم الدكتور أحمد البطل, استشاري أمراض وجراحة العين وزميل الأكاديمية الأمريكية للجراحة عيون الأطفال والحول, وأيضا رئيس مركز دكتور البطل لطب وجراحة العيون. لكل اللي حابين تشاركوا معنا عبر الاسم اسم مشتركين الاس تي سي على 847700, مشتركي موبايلي على 640660, وأيضا مشتركي زين على 746262. أما بالنسبة للتواصل المباشر والمجاني رح يكون عبر الرقم 02-61-61-100, وبالنسبة للهوت لاين على 7005-7499, وأيضا عبر تويتر على @ألف ألف FM @أمينة العبدالله. دكتور أحمد, كنا قبل الفاصل بنتكلم عن أنواع الأدوية اللي ممكن بتأثر على العين. نعم. يعني نبي نستكمل الحين شنو أنواع هذه أيضا الأدوية اللي بتأثر على العين, وشنو هم بعد المشاكل أو الأمراض اللي ممكن أنها تحدث بسبب نعم. سوء استخدام. نعم. طبعا في بعض الأدوية أنا يهمني أسلط الضوء على الأدوية اللي هي ممكن الإنسان يستخدمها طول العمر, اللي هي أدوية السكر والضغط. أدوية السكر سواء الإنسولين أو الأدوية الخافضة للسكر الأخرى ممكن تغير, تؤدي إلى تغير في النظر سواء قصر أو طول نظر. ممكن يكون علامة, أول علامة لظهور السكري وزيادة السكر في الدم هي وجود الزغللة أو
زغللة في البصر نتيجة تغير عدسة العين وتغير التمثيل الغذائي داخل العين. إذا أدوية السكر لازم دائما تكون تحت السيطرة، كما هو نسبة السكر تحت السيطرة في الدم أيضا. العين لازم تكون دائما بمتابعة حثيثة للتأكد من سلامة أولا الشبكية من السكر ومن أدوية السكر. الأدوية الأخرى، إحنا الآن طبعا نعيش بحياتنا فيها ضغوط نفسية، فيها مشاكل، في كثير من الناس بيستخدموا مضادات الاكتئاب. مضادات الاكتئاب هذه كمان من 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 الأدوية المعروفة اللي ممكن تأثر على المدى الطويل على سلامة العين، ممكن تسبب غباشة بلير، يعني غباشة في البصر، ممكن تؤدي إلى، لأن هي تشتغل على الناحية العصبية، ممكن تسبب ازدواجية في الرؤية. أدوية أخرى اللي هي مثلا مضادات الشهية، الآن البنات ما شاء الله دائما بيسعوا للرشاقة، وأحيانا اللي للأسف بتسد الشهية دكتور، أيوة اللي بتسد الشهية طبعا. في الآن في للأسف في كثير من الناس بيستعجلوا يبغوا ينزلوا الوزن بشكل سريع، يعني ما عندهم وقت للرياضة، فبيروحوا بيلجأوا لبعض مضادات الشهية اللي هي تكبح الشهية، وهذه صراحة لها تأثير كبير على العين. مثلا تسبب ضعف في التركيز، توسع في حدقة العين، وبالتالي لما حدقة العين تتوسع معناها ما بيكون في تركيز أو 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 فوكس على البصر. من الأدوية الأخرى اللي هي مضادات الضغط اللي هي تخفض ضغط الدم، أيضا إذا كانت جرعتها مش مزبوطة ممكن تؤدي إذا جرعتها مش مزبوطة. أيوة طبعا عشان كده بنقول لازم كل شيء، كل ماكو دواء يعني كل واحد يأخذه من راسه، لا يعني لازم أكيد كله باستشارات طبية. أكيد إحنا هدفنا من الحلقة هذه مش إنه نفتح إحنا الليفلت الموجودة داخل العلبة الدواء ونقرأ، حنقرأ بلاوي وأشياء كثيرة طبعا، كل هذه ممكن تحدث بنسب ضئيلة جدا، لكن تحدث أكثر لما تكون الجرعة مش مناسبة، أو ممكن يكون الإنسان جسمه أصلا مش حساس لدواء دون آخر. هناك بعض الأدوية اللي هي الهرمونية، اللي هي كان عندي أنا مريض من أسبوع تقريبا، وطفل كان يعاني من قصر مثلا في الطول، وبياخد هرمونات، وجايني الولد ما بيشوف، يعني كانوا يعني بيعالجوا مشكلة دخلنا في مشكلة أكبر اللي هي ضعف النظر. سوينا له عملية فحص تخطيط كهربائي للشبكية، ووجد أنه الدواء اللي كان بيستخدمه كهرمون هو السبب الأساسي في تأخر البصر وفي التأثير على شبكية العين. من أثار الهرمونات أيضا أنه بتسوي تجلطات في دموية في الشبكية، وممكن تؤدي إلى نزيف ونشوء أوعية دموية جديدة. آخر شيء ما بطول عليك اللي هي الكورتيزون، أعيد مرة تانية، الكورتيزون سواء قطرة سواء حبوب سواء شراب على المدى الطويل بيأثر، بيعمل موية بيضاء وموية زرقاء. والأخي خلاص سامحيني آخر دواء أوكي اللي هي أدوية الكلوريكوين، إحنا الكلوريكوين نسميها، اللي هي أدوية الملاريا. هذه الدواء الوحيد اللي بيسوي للأسف أثر دائم على الشبكية وغير مرتجع. كل الأدوية الأخرى بفضل الله مجرد أنك تسحبيها أو تقللي منها بيرجع مرة تانية البصر كما كان ويتحسن، إلا هذا الدواء. نعم تفضل. دائما بنقول إحنا لازم ناخذ، ماكو دواء ناخذه كده من نفسنا أو من راسنا، لازم نرجع للطبيب ناخذ الوصفة فعلا المناسبة لينا. الحين رح نبدأ ناخذ مشاركاتكم الهاتفية، أذكركم بأرقام تواصلنا مرة ثانية اللي حابين يتواصلون مع الدكتور أحمد البطل، اللي حابين يتشاركون عبر الاس ام اس مشتركين الاستيسي على 8477700، مشتركي موبايلي على 640660 وزين 7462062، أيضا المشاركة الهاتفية في المجانية على 02-61-61-100 والهوت لاين على 700-5749-9 أو أيضا على تويتر على @ألف ألف FM أتمينة العبدالله. أول مشاركة معنا أحمد من عاصمتنا الحبيبة الرياض. أحمد هلا 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 أخمين هلا والله هلا بك زود أخوي أحمد تفضل. جات طبعا دكتور أحمد كيف حالك؟ حياك الله أحمد يا هلا وسهلا. دكتور أحمد عندي استفسار بس تفضل. أنا في الليل من عيوني عادية ما فيها لا ألام ولا أي شيء، بس وقت الظهرية عرفت وقت الظهرية أخلص من دوامي كل شيء، مع أنه أشتغل أو في مكان كله يعني مواد زي ما تقول مشعة عرفت. تمام. أطلع من الدوام في أثناء الحر كذا أحس في صداع تجيني بس في عيوني في الأعصاب نفسها، أحس كذا ألام في عيوني تجي، بس ما أدري إيش السبب. هذه لها فترة معي وتزول بعدها بعد فترة ولا كيف؟ نعم يعني بعد ما تجيك الأعراض هذه
تروح أي. بعدها تروح لوحدها ولا تاخذ شيء ولا تنام ولا؟ لا ما اخذ ولا اي ولا اي حاجه. اما في الليل ما في الام اجن الام، بس وقت اللي لما تخلص من الشغل وتكون متاثر بالمواد المشعه هذا اكثر شيء الظهريه والعصريه كتجيني. ما عندك ما يجيك صداع معاها ولا شيء؟ لا يجيني بس في عيوني. في عيونك حرقه وحكه ولا كيف ولا زغلله في البصر؟ لا زي الصداع في العين. ألم في العين؟ ألم في العين. والله لازم فحصك يا أحمد، لأنه لازم فحصك ونعرف إيش المكان اللي أنت فيه، إيش المواد اللي بتتعرض لها الكيماوية. لأنه ممكن طبعا إنه لأنه هذه أنت بتستنشقها، لما بتستنشقها حتى يعني المواد المستنشقة تدخل للدم أيضا، ممكن تأثر على العين، ممكن تعمل ضغط ارتفاع في ضغط العين. يعني لازم نعرف حاجتين، نفحصك أول شيء نتأكد من سلامة العين ونعرف المواد اللي أنت بتتعرض لها. صحيح، يعني لازم تروح للدكتور أخوي أحمد، يعني لا تهمل بالموضوع. سلامتك إن شاء الله، خطاك السوء ما تشوف شر. ناخذ مزاج من الدمام. ألو السلام عليكم. فراج من الدمام. أي نعم، فراج الدوسري من الدمام. يا هلا والنعم فيك أخوي فراج. أمسي عليك وأمسي على ضيفك الكريم. يا أهلا وسهلا فراج، حياك الله أخوي. عندي دكتور اللي هو كيسدوني في الجفن في العين اليمنى. نعم نعم، تفضل معك. تفضل. أيوة، فأحس الحين بألام في الجفن. نعم، له زمان الكيس؟ له 6 شهور تقريبا. 6 أشهر ليه سايبه كده يا فراج؟ والله ناس نصحوني وقالوا ممكن تخليه يعني يروح من نفسه، وناس يقول لك عليه أيوة. لا 6 شهور مدة طويلة يا فراج، إذا مر شهر وإنت بتستخدم العلاج وما راح معناها هذه أيوة. مدة طويلة. أول شيء يعني هو انتفاخ في الجفن وبيضغط على القرنية وممكن يعمل لك ألم، ممكن يلتهب من وقت لآخر، وغالبا هو ملتهب لما بيوجعك. فهذه يعني شيله أمر بسيط بالعيادة باستخدام مخدر موضعي. حلو. بيتشال وبتنظف وخلاص انتهينا. نعم يعني إن شاء الله يعني ماكو شك إن شاء الله يعني سهلة. لا سهلة وتجرى بالعيادة. أي عيادة. نعم شكر لك يعني أخوي فراج. الدكتور قال لك مره سهله اخوي فراج، قدامك العافيه ان شاء الله يا رب، خطاك السوء اخوي ما تشوف شر. مشكور على المداخله. ابو حسام من جده. ابو حسام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخوي الكريم. لو سمحت، عندي طفله عمرها 4 سنوات. نعم. دائما تقرب على التلفزيون وتحدق عينيها كده، تضيق عينيها. طبعا سالت قبل كده قالوا قصر النظر، بس كيف اسال الدكتور كيف نعمل لها نظاره، وهي كيف الدكتور يتحكم فيها يعمل لها قياس للنظر؟ يعني في طريقه ممكن نتعامل معها؟ ايوه طبعا يا ابو حسام. اولا نعم. كويس انه انتم انتبهتوا على العلامات هذه. حلو. اللي بدري انه نعم. انه بتقرب على التلفزيون. هل انت عندك قصر نظر او امها؟ ايوه امها عندي. امها عندها قصر نظر، لانه غالبا يكون وراثي. ما يهمك. نعم. حتى لو عمرها 6 شهور احنا عندنا طريقه معينه بنفحص نظر الطفل، حتى لو هو مو متجاوب ولا يقدر يعلمنا يعني يمين ولا شمال ولا يشوف كويس، عندنا طريقة يعني ممكن أنه نوصف النظارة الطبية بشكل دقيق المناسبة لعينها. نعم. بس لازم تفحص عليها بدري علشان ما يصير عندها كسل في العين. أها، عشان يصير كسل. يعني أنا قلت ممكن لحد بس بداية الدراسة ممكن نوديها. لا لا من الآن. لا ما تدري، ممكن عندها درجتين 3 4 ممكن، يعني ما تعرف كم. لازم فحص النظر. نعم. شكرا لك يا أبو حسام. أيوه. نعم. شكرا لك. شكرا لك وقدامها العافية إن شاء الله بنتك ما تشوف شر. ناخذ وليد من مكة المكرمة. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بك أخوي وليد، تفضل. آمين. الحمد لله رب العالمين. أول مرة أشارك وبأسأل بس عن فائدة الكحول. طيب حلو. تفضل دكتور. كيف إيش السؤال؟ فائدة الكحل حق العين. فائدة الكحل يعني الكحل هو اللي يجمل العين. يجمل العين. بالنسبة للنساء شيء أساسي. وأهم شيء إحنا يعني أنه يتم إزالة الكحل. إحنا دائما بنركز على هذه النقطة قبل النوم على أساس يعني تتنفس الجفون العين ومسامات العين والغدد الدهنية اللي في العين، وما يصير انسدادات وما يصير أكياس دهنية زي التليفون اللي تكلم قبل شوي الأخ فراج من الدمام. نعم. أما الكحل فأظن أنه في شيء مأثور له. الكحل الأكمد. نعم. اللي أوصى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، بس هذا طبعا أكيد لازم ينقى، ويعني حتى لما يطحنونه يحاولون أنه يخلصونه من الشوائب. نعم. والأشياء أكيد. هذه أكيد. شكر لك أخوي وليد. ناخذ حنان من مكة المكرمة. حنان يا حنان. السلام. السلام ورحمة الله. معك حليمة. حليمة يا هلا بك يا حليمة، تفضل حبيبتي. كيفك يا أمينة؟ الحمد لله رب العالمين، تفضل عزيزتي.
تفضلي حليمة. يا هلا حليمة، سؤالي دكتورة، أنا عندي شوية مشكلة في العين، إني مرة ما أقدر أتفرج في التلفزيون، يجيني كده ألم، يجيني صداع، وكمان يجيني في العين كمان. كم عمرك يا حليمة؟ عمري 24 سنة. 24 سنة. وما قد لبستي نظارة ولا شيء؟ لا 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 ولا شيء، يعني صار لي تقريبا سنتين، إني مرة ما أقدر أتفرج في التلفزيون، بطلت خلاص. ما تشوفي كويس من بعيد؟ طب أشوف، أنا أشوف كل شيء، أشوف يعني الحين ماني قادرة أشوف الكتابة. أوكي طيب، تشوفي الكتابة، أجل مشكلة إيش؟ توجعك عينك يعني؟ ايوه العين، جيني صداع زي كذا. طيب خليني اقول لك حاجه. طيب احنا حنجاوبها دكتور ان شاء الله احمد، احنا نجاوبك عزيز تحليمه، تقدرين تسمعينا عبر الراديو ان شاء الله. لك راح نطلع فاصل وراح نرجع نواصل معاكم مستمعينا. اذكركم بارقام تواصلنا اللي حابين تشاركون معانا عبر الاس ام اس لكل مشتركين الاس تي سي على 84770، مشتركي موبايلي على 640660، وايضا مشتركي زين على 746262. وبالنسبه للتواصل المباشر والمجاني راح يكون عبر الرقم 02 61 61 100، والهوت لاين 7005-7499. فاصل ونواصل. لكل اللي حابين تشاركوا معنا بعيدتهم المسموعة طبابة ألف، أذكركم بأرقام التواصل. لكل اللي حابين يطرحون أي سؤال أو أي استفسار على ضيفنا اليوم الدكتور أحمد، البطل استشاري أمراض وجراحة العين، وأيضا زميل الأكاديمية الأمريكية لجراح عيون الأطفال والحول، للمشاركة معنا عبر الاس ام اس مشتركين الاس تي سي على 84770، مشتركي موبايلي على 640660، وأيضا زين 7462 62. بالنسبة للتواصل المباشر والمجاني رح يكون عبر رقم 02 61 61 100، والهوت لاين على 7005-7499، وأيضا عبر تويتر على @ألف ألف FM أتمينة العبدالله. دكتور أحمد رح نرجع للمشاركات الهاتفية ونبدأ ناخذ إن شاء الله المسجات أيضا. أبو يزن معنا من جدة. أبو يزن ألو. نعم حياك الله يا أبو يزن، تفضل أخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. أبوكر دكتور ممكن؟ تفضل يا أبو يزن حياك الله. دكتور عفوا، أنا عندي بنتي عمرها 2 سنة و4 شهور. نعم. وعمرها أول ما ولدت كنت أشعر أنه في عينها شوية حور كذا، يعني مكان البؤبؤة حق العين تشعر أنه كأنه مو في مكان. نعم. وديتها عند دكتور وشافها بال يسموه هذا، مدري إيش يسموه ال... بالجهاز. نعم. نعم نعم. وقلت الو واضح راح طيب تفضل دكتور. راح لا ما سمعت السؤال صراحه، يعني انا اللي فهمته انه بنته عمرها 2 سنة و4 شهور ولاحظ فيها حول بس بعدين قطع التليفون. يرد يتصل علينا ان شاء الله ان نقدر ناخذ مشاركتك. عبد العزيز من جده. هلا بك زود اخوي عبد العزيز، تفضل. انا يجيني الم، مو الم زي صداع، تمام، خلف الراس. نعم. يعني ما بينفع بنادول ولا شيء معه. نعم تفضل دكتور. صداع خلف الراس، يعني عادة يعني يجيك عند الإذن. عارف. نعم عند الإذن. نعم. نعم. كم عمرك يا عبد العزيز؟ 30 سنة. عادة الآلام المرتبطة بمشاكل العيون، سواء من ارتفاع في ضغط العين أو عيوب انكسارية، قصر طول نظر، استجماتيزم، الأشياء هذه اللي عادة يكون الألم في مقدمة العين بالجبهة أو حول العين. الألم اللي خلف العين يا عبد العزيز، أو خلف الرأس يعني بالجهة الخلفية من الرأس، غالبا ما هو ما له علاقة بالنظر. قد يكون عندك ارتفاع في ضغط الدم لا سمح الله، قد يكون في شقيقة، ألم في صداع نصفي أو كذا يعني، بس غالبا ما له تأثير مباشر من العين. لكن يعني جيد إنك تسوي تشيك. صحيح. على العين وضغط الدم. نعم شكرا لك اخو يا عبد العزيز، قدامك العافيه. هلا وسهلا. طيب رح ابدا بالمسجات. ابو في مسجين تقريبا نفس الشيء، عبد الرحمن السنيد سندي، وايضا احد الاخوه ما كتب اسمه، كلهم بيشتكون من الحساسيه في العين. او هو فعلا نفس الشخص بيشتكون من الحساسيه. في العين دكتور، يعني احنا تكلمنا قبل كذا عن حساسيه العين ومشاكلها والطريقة علاجها. بشكل عام دائما الوقاية خير من العلاج. صحيح. حولنا في بيئتنا كثير من الأشياء اللي بتسبب حساسية في العين، من أتربة، من غبار، من حتى الشمس، تعرض لأشعة الشمس بدون استخدام النظارة الطبية، الناس اللي عندهم
بعض الحيوانات الأليفة منتشرة بالقطط الطيور الريش أي شيء في ريش الإبل النوق إلى آخره. الابتعاد عن المسببات الحساسية أمر مهم. بيئة الإنسان، المخدة تبعه، غرفة النوم ما يكون فيه موكيت، ما تكون فيه المخدة اللي بيعاني طبعا من الحساسية. مو بتكلم عن كل إنسان اللي فيها ريش، نعم، أما الناس اللي ما عندهم حساسية فما في مانع. إذن ابتعاد عن المسببات. بعد كده في أدوية الحساسية موجودة وتأثيرها جدا جيد، مضادات الهستامين وإلى آخره. نعم. أيضا طلال من الرياض بيقول بستخدم قطرة العيون بروزلين بلوع، علما بأني بستخدمها من فترة طويلة لأني بعاني من الإحمرار في العين، هل بسبب لي حرج شديد؟ نعم. الإحمرار في العين عفوا بسبب لي حرج شديد. نعم. فهو سؤاله أنه بيستخدم القطرة هذه لها مشاكل ولا لا؟ والله يا أخي أنا عادة بالبرنامج ما نحب نتكلم عن الاسم التجاري، لكن أنك ذكرت هالقطرة هذه، هي قطرة من هي مصرية. القطرة هذه أنا ما أرغب بأنه أحد يستخدمها، لسبب أنه يعني الناس بتعودوا على استخدامها لأنها تبيض العين مباشرة. لكن مجرد توقف القطرة هذه يصير رد فعل انعكاسي شديد وأكثر من قبل ما تستخدم القطرة، لأنه هي من القطرات اللي القابضة للأوعية الدموية، فتقلص الأوعية الدموية تبيض العين، الإنسان ينبسط لكن ما تعالج الحساسية، هي قابضة للأوعية. حلو. فبالتالي الإنسان بيدمن عليها، وهذا الشيء اللي احنا ما نحبه. نعم. أيضا أحد الأخوان بيقول أنا عندي ضعف نظر وأبي أستفسر لو سويت السوبر ليزر هل بيرجع الضعف مرة ثانية؟ وأنا أحيانا يقول ما أحس بطرف عيني وأحس بصداع وألم بالرأس. يعني هذا يعتمد على أكثر من عامل، يعتمد على أول شيء نوع الضعف النظر اللي عنده، مدى استقرار النظر خلال السنتين الأخيرتين، عمر الإنسان، هل يعني عنده قرنيته سمكه يسمح ولا لا. بشكل عام نجاح عمليات الليزك والسوبر ليزك تفوق 98.5% إلى 99%. نسبة ضئيلة بسيطة من الناس اللي عندهم درجات عالية ممكن يحتاجوا إلى يعني عملية تنشيطية أخرى. نعم. لاستكمال الشيء الباقي اللي ما تصحح بالعملية الأولى. نعم. الكل اللي حابين يتواصل معنا في حلقتنا اليوم، إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار حابين تطرحون على ضيفنا اليوم للمشاركة معنا عبر الاسمس مشتركين الاستيسية 84770 مشتركي موبايلي على 640660 وأيضا مشتركي زين على 746262. وبالنسبة للتواصل المباشر والمجاني رح يكون عبر الرقم 02-61-61-100 والهوت لاين على 700-5-749-99. أيضا على تويتر على @ألف ألف FM أتمين العبدالله. رح أرجع للمشاركات الهاتفية. مهند من مكة المكرمة، يسعد لي مساك يا مهند. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخوي. بس عندي أختي الكبيرة يا دكتور لما تجلس في عيونها تدمع تسبح رقام فيها. نعم. أي مهند، يعني مشكلة حرقان ودمع في العين ممكن يكون أكثر من حاجة، غالبا مشكلة حساسية هذه. نعم. نعم، شكرا لك يا مهند، يعني لازم مراجعة طبيب عشان يعرف. نعم. نعم. أمرها بسيطة إن شاء الله. إن شاء الله. ماجد معنا من الرياض، أخوي ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. أمسي عليك على الدكتور اللي عندك. دكتور بس سؤال بسيط. تفضل يا ماجد. أنا في العادة النظر عندي سليم جدا. الحمد لله. بس أنا لي فترة سنتين طبيعة العمل عندي طبيعة عمل مكتبي. فأضطر أني أنظف الكمبيوتر كثير، أحيانا أضطر أني أركز للكتابة وكذا. فمن فترة 4 شهور صار أحس في غشاوة في النظر. يعني إذا عمرك كم يا ماجد؟ 23 سنة. وما سبق يعني عانيت من أي مشكلة في قصر نظر، ضعف نظر، استجماتيزم، انحراف؟ أبدا. بس الآن لاحظت أنه يعني أنت بحاجة بزغل النظر عندك، للبعيد ولا للقريب؟ القريب. قد يكون عندك طول نظر بسيط مع إجهاد العين والعمل المكتبي بدأ يظهر عليك أكثر، وبدأت يعني مرونة العدسة قدرتها الفوكس تخف. نعم. فيعني برضو فحص في عيادة العيون ممكن يعني بنظارة بسيطة تعالج لك المشكلة هذه. نعم. قدامك دكتور مضاعفات الكورتيزون. تكلمنا عنها. كورتيزون لفترات طويلة وبعدم يعني استشارة الطبيب أو متابعة الطبيب ممكن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، أهمها
وليس آخرها هي المياه البيضاء اللي هي المويه البيضاء الكتركت وارتفاع في ضغط العين أو المياه الزرقاء. نعم. فتنتبه. نعم. شكرا لك أخوي ماجد على مرورك. نأخذ محمد من مكة المكرمة. يسلم مساك يا محمد. محمد. ألو ألو يا محمد. طب نأخذ أيمن من جدة ونرجع للمسجات. أيمن. يا هلا والله. هلا بك زودي أيمن تفضل. كيف حالك أختي أمينة؟ الحمد لله رب العالمين. طالما إني أسمع صوتكم حياك. ممكن أكلمك دكتور؟ أكيد. تفضل يا أيمن. يا هلا. يا دكتور عندي عيني اليمنى. أمي خسارة راح. طيب خلينا نرجع للمسجات. أحد الأخوان بيسأل يقول أنا عندي الوالد في جلطة بالعين اليمنى وحب إنه يزوركم. عموما دكتور أحمد البطل ودكتور محمد حنتير أيضا موجودين في برج النخيل الطبي طريق المدينة بجدة. نعم. بالدور الخامس والرابع ساعد. نعم. الدكتور. نعم. نعم. إن شاء الله شوفون الوالد وقدامه العافية إن شاء الله. لمية من الرياض بتقول معي قرنية مخروطية ولم أستحمل العدسات الصلبة، هل هناك حلول أخرى مثل التدخل الجراحي وشكرا. ما شاء الله هذه قرنية مخروطية سؤال في كل حلقة، ما كل تمر حلقة إلا أكو حلقة خاصة مسوينها على اليوتيوب. بس واضح أنه طبعا هذه أمر منتشر ونوع من الحالات المنتشرة في المملكة. العدسات الصلبة مو كل واحد يقدر يتحملها لأن هي فعلا يعني شيء يعني ثقيل داخل العين. هناك أختي سائلة في علاجات أخرى وعلاجات ناجحة منها القطرة الخضراء وزراعة الحلقات اللي هي تقوي أنسجة العين وتوقف يعني ترهل القرنية والقرنية المخروطية وإن شاء الله أنك ترتاحي عليها إن شاء الله. عبد الرحمن من جدة أبو عبد الرحمن عفوا بيقول مريض السكري هل ممكن يسوي عملية سوبر ليزك؟ مريض السكري بشكل عام يعني السكر ومرض السكر ما هو أبدا مانع لإجراء عمليات تصحيح النظر سواء ليزك أو غيرها ما دام أنه السكر مش مؤثر على العين ولا على شبكة العين ومنتظم يعني معدل السكر فما في مشكلة. ما في مشكلة الحمد لله. ناخذ أحمد من جدة. أخوي أحمد. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. تفضل أخوي الكريم. الله يعطيك العافية دكتور. بس أنا أحيانا أعاني من ألم في نفس العين يعني لما أحيانا أغمض عيني وأضغطها أحس فيها ألم. يعني ماني عارف إيش يكون سبب. جيني فترات يعني يعني. طبيعة عملك يا أحمد لأنه ممكن إرهاق العين لفترات طويلة وعضلات العين بيؤدي إلى إجهاد العين وطبيعة عملك فيها إرهاق مباشر مكتبي يعني قراءة دائمة كمبيوتر تقريبا شبه يومي يعني. نعم لفترات طويلة. أي نعم. يعني يعني من الوصف بالتليفون على الهواء أتوقع أنه هو إجهاد أكثر منه أي شيء ثاني لكن دائما يعني الكلام ده بيكون عام ما لم انك تفحص وتتاكد من ضغط العين من سلامه العين. سلامتك ان شاء الله. سلامتك ان شاء الله خير ما تشوف شر. شكرا لك. طب راح ارجع المسجات. محمد آشي بيقول هل استخدام القطره على العدسات اللاصقه مضره او له اثار جانبيه مستقبلا؟ تحيات لكم. بشكل عام يعتمد ايش نوع القطره. في قطرات ما ينفع ابدا نستخدمها باستخدام العدسات اللاصقه وفي قطرات العاديه المرطبه البسيطه ممكن استخدامها. نعم. فلازم نعرف إيش نوع القطرة. نعم. أيضا قبل ما نطلع الفاصل بيقول أبو نما من مكة يقول عيوني تحرقني والدمع عند النظر للشاشة الكمبيوتر علما أني ألبس نظارة وفيها واقي للأشعة وباخذ أدوية نفسية اللي هي دباكين وزيبراكسا عمر بالإضافة لأقراص الحديد عمره 26 سنة. سلامته. يعني إجهاد العين لفترات طويلة حتى باستخدام النظارات اللي هي مضادة للإشعاع والكلام ده ممكن طبعا يؤدي تحسس. في ناس متحسسين بيتحسسوا للضوء أكثر من ناس آخرين. بعدين الأدوية اللي هو ذكرها واللي بياخدها أرض برضو يعني هذا موضوع حلقتنا ممكن تأثر وتسبب حساسية للضوء ممكن. فهو اللي بيعاني منه هو حساسية للضوء والأدوية اللي بيستخدمها هي من الأدوية فعلا اللي بتأثر على العين. نعم. فيعني هي سدد وقاربه. نعم. أول مستمعي الكرام رح نطلع فاصل ورح نرجع نواصل معاكم ومع عيادتكم المسموعة طبابة ألف. فابقوا معنا. طبابة ألف على الموجة السعودية. أخصائيين استشاريين طبابة ألف العيادة المسموعة.
لكل اللي حابين تشاركوا معنا في حلقتنا اليوم، إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار حابين تطرحون على الدكتور أحمد البطل استشاري أمراض وجراحة العين، وأيضا زميل الأكاديمية الأمريكية لجراح عيون الأطفال والحول ورئيس مركز دكتور البطل لطب وجراحة العيون، للمشاركة معنا عبر الاسمس مشتركين الاستيسي على 847700، مشتركي موبايلي على 640660، وأيضا مشتركي زين على 746262، وبالنسبة للمشاركة الهاتفية المجانية رح تكون على 02-61-61-100 والهوت لاين على 7-005-7499. أيضا بإمكانكم المشاركة عبر تويتر على @ألف ألف FM @أمينة العبدالله. دكتور أحمد رح نرجع للمشاركات الهاتفية، معانا زيد من الجنوب. أخوي زيد ألو. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله يطيب حالك إن شاء الله أخوي، تفضل. مسي عليكم ومسي على الدكتور أحمد. يا هلا مساء الخير يا زيد، الله يحييك. أنا بسألك يا دكتور عن القطرة حقت تعقيم العين. نعم. المرطبة. مرطبة أفضل يعني. سؤالك إيش أفضل نوع من أنواع القطرات هذه يا زيد؟ زيد دكتوري. والله شوف يا زيد الله يرضى عليك، احنا يعني بشكل عام ما يعني نحب نتجنب دائما ذكر الاسماء التجاريه. معظم القطرات المرطبه يعني متشابهه، في بعض القطرات احسن من قطرات اخرى، بس احنا ما نقدر يعني على الهواء انه نذكر اي اسم تجاري. انا انصح بشكل عام بالقطرات المرطبة اللي هي الخالية من المواد الحافظة. حلو. اللي هي تيجي بعبوات صغيرة وتقدر تحطها في جيبك وتتخلص منها بنفس اليوم، بحيث دائما تكون نقية ومعقمة وكذا. نعم، شكرا لك أخوي زيد. ناخذ أبو عبد الله من أرطيبة الطيبة. يسعد مساك يا أبو عبد الله. أبو عبد الله من المدينة المنورة. طب ناخذ على بال ما يجهز الكنترول لمشاركة ثانية. أحد الأخوان عمره 16 سنة دكتور أحمد، بيقول أنا بأدخل وظيفة ومن الشروط إنه ما يكون عندي ضعف نظر، وأنا عندي ضعف نظر. يقول ما أدري لو سويت الليزر هل ممكن يتعالج أو لا. كم العمر يا أمينة؟ 16 سنة. لسه ثانوي. ما كمل. هي. يبغى يشتغل بدري. يعني لا، أنا نصيحتي إنه يعني يكمل دراسته إن شاء الله، وإنه يحصل وظيفة أفضل إن شاء الله. يعني لأنه تصحيح النظر ما ينفع يا أمينة إلا بعد عمر ال 18 سنة. بعد عمر 18 لأنه لسه ما استقر نظره، فإن شاء الله بعد عمر ال 18 أي قصر نظر عندك أو ضعف نظر ممكن بإذن الله علاجه. نعم، والله يسهل لك أمورك أخوي، إحنا ما ندشني أمورك لكن إن شاء الله صحيح. أكيد. الله يسهل لك أمورك إن شاء الله أخوي. علاج الماء الأزرق في العين دكتور. علاج الماء الأزرق اللي هو الجلوكوما أو ارتفاع ضغط العين يبدأ باستخدام القطرات. إذا قطرات العين يعني تمكننا من خلال استخدامها بتنزيل أو تخفيض الضغط إلى الحد المقبول اللي هو تحت 20، تمام، فيكون الأمر كافي. إذا القطرات عجزت إنها يعني تخفض الضغط أو تعالج يعني ارتفاع الجلوكوما، فالحل الآخر هو الحل الجراحي. هناك كمان ممكن علاج بالليزر حسب نوع ضغط العين، وحسب هل هو من النوع اللي هو منغلق الزاوية أو مفتوح الزاوية. في كذا نوع من ارتفاع ضغط العين. نعم، مستمعينا الكرام اللي حابين يتواصلوا معنا عبر الاسم اس مشتركي الاستيسي على 847700، مشتركي موبايلي على 640660، وزين 746262. رح ناخذ مشاركات فيها جديدة معنا. حاج حسين من جيزان. ألو. نعم، اسعد الله مساك أخوي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. كيف الحال؟ أهلا، حياك الله يا أخي. إن شاء الله. الله يسلمك. عندي ولدي عندي وحمة في الوجه وجاي على العين. أها. هل في مشكلة يعني مشكلة عم تظهر عليه ولا شيء؟ طبعا يا حاج حسين، الوحمة الموجودة هذه إحنا نسميها باللغة العلمية نيفس أوف أوتا. اللي فهذه من الأسباب اللي بتأدي أو من الحالات اللي بتأدي ممكن إلى ارتفاع في ضغط العين اللي كنا بنتكلم عنه قبل شوي، لأنه الوحمة هذه ممكن تكون لها امتداد لداخل العين ولزاوية العين. نصيحتي لطفلك ما يمر عليه 6 شهور إلا هو بيشيك ضغط العين، لأنه ممكن في أي وقت لا سمح الله أنه يرتفع ضغط العين. لا دكتور، نظره كويس. أنا عارف نظره كويس. أنا عارف أي، أنا عارف يا حاج حسين نظره طيب إن شاء الله، لكن هذه الوحمة دي عبارة عن زيادة في الصبغات، هي تبدأ في في الوجه وممكن تكون حول العين وتكون لونها مائل إلى الإزرقاق، لونها زرقاء. أيوة
ايش ايش لون الوحمه؟ الوحمه لونها كده بني يعني، بني بني على احمر كده غامق. ايوه هذه ممكن يكون لها امتداد في العين، وممكن بالتدريج ترفع ضغط العين، ولو ارتفع ضغط العين ممكن العصب البصري يتأثر. فلازم هو يشيك العين، ضغط العين بالتحديد كل 6 شهور. نعم، شكرا لك أخوي حاج حسين على المداخلة. رح أرجع للمسجات. بتقول ابنتي الغالية جمانة عمرها 17 سنة، هل يمكن أنها تعمل عملية السوبر ليزك؟ أبو جمانة من جدة 18 سنة عمرها 17 دكتور. نعم نعم ممكن. 17 لا، هو الحد العالمي اللي يعني متعارف عليه ومتفق عليه هو 18 سنة. نعم. أيضا ابنتي الغالية جمان عفوا عندي اليسرى، عيني اليسرى كسلانة عمري 47 سنة، عندي مرض ضغط الدم بعمل على الكمبيوتر كثير. أبو يوسف من الدمام. طيب إيش السؤال؟ عندي مرض ضغط الدم ما أدري، يقول عيني اليسرى كسلانة هل لها علاج؟ لا يعني إحنا تكلمنا على كسل العين إنه بعد عمر 8 سنين للأسف ما في علاج لكسل العين، أما إذا مقصود فيه هو حول العين فممكن علاجه بأي عمر. نعم. أما الكسل بحيث إنه النظر يتحسن بالعين الكسولة صعب. نعم. أيضا على السريع أحمد الفيصل بيقول هل تنصح تنصح بعمل عملية تشطيب للي عمرهم 27 سنة؟ ما في مشكلة. ما في مشكلة. وأخيرا راح أخذ مسج يقول أرسل رسالة شكر لعيادة البطل وعلى رأسهم الدكتور محمد حنتيرة وأحمد البطل على حسن تعاملهم وأخلاقهم العالية معايا في نجاح عملية السوبر ليزك. هذا شيء يشرف. سنة شهادة نعتز فيها. شكرا. نعم. لك أنا كنت أتمنى أيضا أن يحط لنا اسمه لكن للأسف أخر رقم 211. شكرا لك عموما على المسج. شكرا لك أيضا دكتور أحمد. أنا عاجز عن الشكر، وشكرا لك يا أختي أمينة ولكل طاقم البرنامج. مستمعينا الكرام اللي ما سمعنا بالبداية تقدرون تردون تسمعونا بالمساء أو العصر. حول موضوع حلقتنا اليوم عن تأثير الأدوية على الصحة وسلامة العين. أشكر كل اللي تواصلوا معي عبر الاسمسز وعبر تويتر وعبر أيضا مداخلاتكم الهاتفية. رح أرد التقيكم إن شاء الله بكرة بتمام الساعة 8 صباحا من خلال برنامجكم الصباحي صباحك ألف. إلى ذلك الوقت أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع باقتنا البرامجية برامج ألف ألف.